بطلب طلب واحد بس اللي بنطلبه من ربنا سبحانه وتعالى، ان رئيس يتقي ربنا في الشعب المصري، لان هو بيبقى الاب والشعب الدوله المصريه بتعتبر اسره، بيبقى رئيس الجمهوريه الاب والشعب المصري بيعتبر اسرته. فاحنا بنطلب من ربنا حاجه واحده بس، ان يجي رئيس يتقي ربنا فينا. يعني هل ستشارك في الانتخابات غدا ان شاء الله؟ ده اول مره بيعملوا انتخابات بالبطاقه بالرقم القومي، قبل كده ما شفناش الكلام ده ولا كنا نعرف حاجه عنه، انما دلوقتي يعني شكرا يعني لازم لان طلع في مثقفين وفي محاماه وفي ناس بتفهم في الثقافه، في ثقافه واعيه، في وعي، فلازم ننزل الانتخابات وندي فرصه ونخلي الكره في الملعب، نخلي الكره في الملعب لصالح مصر، واخد بال حضرتك، لغايه ما نخرج من الازمه. النهارده احنا ما بنعرفش ناكل رغيف الخبز، انا اجيب واحد ارشحه يدافع عني، يكون المحامي بتاعي يدافع عن مصر، يكون لمصر رغيف الخبز. فلوس الكمامة اللي بتدفع على الكهرباء دي فين فلوسها بتروح؟ يعني انت تدعو الجميع ان يشارك في الانتخابات، هل صوت الرأي لا؟ انا هشارك في الانتخابات، وانا شايف ان الانتخابات دي مرحلة للخروج من الأزمة اللي احنا فيها، وانا شايف ان ندي فرصة لحكومة الدكتور الجنزوري، والراجل واخد صلاحيات وكلامه كان منطقي في المؤتمر اللي قاله، فانا شايف ان ندي له فرصة ونشوف هيعمل ايه، والتحرير موجود. يعني هناك يعني كيف استقبلت النبأ الدعوة الفرنسية للمجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين، وكيف يعني ستشارك في الانتخابات غدا؟ احنا ان شاء الله هنشارك في الانتخابات، وما فيش اي دولة لها سيطرة علينا ولها كلام علينا، احنا ان شاء الله هنوقف في الانتخابات، ولازم نصبر يا جماعة ونتقي الله في مصر، دي بلدنا ولازم نحافظ عليها. شكرا، هل ستشارك في الانتخابات غدا ان شاء الله؟ ان شاء الله هنشارك في الانتخابات، وهنختار الناس اللي هي بتمثلنا عشان خاطر الفوضى دي تنتهي. يعني انا لما اشارك وانزل اقول صوتي يبقى انا كده بختار برلمان، بختار حكومه بتشكلني، ابقى اشكل حكومه بتعبر عن رايي وتعبر عن راي الناس عشان خاطر الفوضى دي تنتهي. شكرا. يعني الى اي مدى الانتخابات ستكون خطوه في الطريق السليم من اجل تهدئه الاوضاع؟ الى المدى القريب ان شاء الله سيادتك، واحنا الانتخابات عايزينها الى اقصى مدى باذن الله، والانتخابات عايزينها تتم على اسرع وقت ممكن عشان خاطر نخلي البلد بخير، ونخلي الشعب راضي على المجلس العسكري وعلى الانتخابات، ونخرج من الـ من الـ من المحنة اللي احنا فيها في اسرع وقت باذن الله. نمرة واحد اولا المقرأ كله اسمعني، نمرة واحد، جميع المصريين بامر الله نازلين بكرة ويقولوا للمجلس العسكري احنا رجالة وعارفين الانتخابات دي كانت بتتزور، وكلنا الصغير والكبير هيقول اللي في مخه، محدش هيضربه، كان قبل كده يمنعونا، قبل كده كنا نتضرب على قفانا. المصريين صحصحوا يا رجاله، احنا المصريين النهارده احنا بنتكلم من عندنا فقط لا غير. وبعدين تحيه للجزيره وتحيه لامير قطر، الجزيره دخلت الازكه والحواري وكشفت الحكومه المصريه وكشفت النصابين، فالتحيا الجزيره. احنا من شباب التحرير، اصلا الحكومه ديت اعلنوا امس ان الحكومه ديت اصلا ما المجلس الشعب ماليش صلاحيات. يبقى من قال ذلك؟ الذي قيل ان الحاصل على الاغلبيه في مجلس الشعب القادم لن يشكل الحكومه، ولم يقال ان مجلس الشعب بلا صلاحيات، هذا لم يقال على الاطلاق. اي صلاحيات هو اعطاها للناس؟ لا تشكيل حكومه ولا دستور. الدستور بيقول لك اوضع 20% مجلس الشعب والشورى، ازاي يعني؟ اصل الحكومه اصلا فايدتها ايه؟ يعني كيف استقبلت الخبر الذي يطالب فيه الحكومه الفرنسيه المجلس العسكري بضروره تسليم السلطه للمدنيين؟ هل تقبل هذا الامر ام انك ترفضه دون تفصيل؟ ارفضه طبعا، مصر كلها ترفضه طبعا. ترفض الكلام ضد اي مشاركه، مش مشاركه من خارجيه، ضد اي مشاركه. احنا ضد الاملاءات الخارجيه خالص، احنا ناخد قرارنا بنفسنا كمصريين، نقول اللي مين يحكمنا ومين ما يحكمناش، محدش خارجي يتدخل في سياساتنا الداخليه خالص. احنا بنطالب ان احنا نبقى ناس يحطنا الجيش على الطريق الصحيح، احنا نعرف طريقنا المظبوط. يعني المشير محمد حسين طنطاوي القائد الاعلى للقوات المسلحه التقى البردي والتقى السيد عمرو موسى من اجل تقديم الدعم لرئيس الوزراء المكلف، يعني الى اي مدى ستسهم هذه اللقاءات في يعني خروج حكومه الانقاذ الى الضوء؟ لا احنا بنقول يعني المطالب ما علناهاش، هو طالبهم بدعم الجنزوري على اساس ان الحكومه تستمر فتره الانتخابات،
لكن احنا بنقول ان هي حكومة تكون من الثوار. يعني فيما يتعلق بالانتخابات، هل ستشارك في الانتخابات غدا؟ هنشارك الانتخابات تجري، ما فيهاش مشكلة. يعني هل ستشارك في الانتخابات غدا؟ انا بقول كله ينزل بكرة ومحدش يخاف، وكل واحد ينزل، والناس اللي هي مش عايزة تنزل وخايفة من القلق اللي هيحصل ده محدش يخاف، وكل واحد يدي صوته، واللي هو عايزه ينتخبه، واللي مش عايزه ما ينتخبوش. انا ناشد شباب الثوار ان هم ينزلوا جميع اللجان، اي محافظه، كان سوهاج، جنة، بني سويف، جميع محافظات مصر، ان هم الشباب الثوار ينزلوا يامنوا اللجان، لان هم دي لجانهم، انزلوا امنوها، ما عملتوهاش يبقى احنا نستاهل، انزلوا امنوا الجنه، انزلوا امنوا الجنه. وبقول لقناه الجزيره انتوا اشراف، انتوا صوت الحريه، قناه الجزيره انتوا صوت الحريه، انتوا اللي وقفتوا معانا. بعد اذنكم اقفوا معانا وكملوا معانا للاخر، بعد اذنكم كملوا معانا للاخر. يعني هل ستشارك في الانتخابات؟ انا رايي انا هنزل اشارك ان شاء الله، ونازل الفيوم اشارك في الانتخابات. بس في حاجه، يعني في الوضع اللي احنا فيه انا ما كنت تاجيل الانتخابات على الاقل حاجه اسبوع 10 ايام، كانت اتشكلت الحكومه، كان بقى فيه وزير داخليه دلوقتي يدي اوامر ويظبط الامن. دلوقتي وزير الداخليه اللي هو دلوقتي حكومه تيسير الاعمال بيدي اوامر، وبكره ولا بعده ماشي. فازاي العسكري ولا الضابط هياخد منه اوامر؟ هيقول لك ده يومين وماشي. احنا مع الانتخابات، وان شاء الله هنزل في يوم ادلي بصوتي. بس دي حاجه كان على الاقل حاجه اتاجلت 10 ايام لحد ما البلد استقرت، لكن دلوقتي في موجه. يعني انت دلوقتي طالع في بحر قدامك موجه، اقل حاجه اقف لحد ما الموجه دي تهدى، اشوف، لان لو حصل اي انفلات بكره البلد هتخرب. فانا على رايي هل سأشارك في الانتخابات ان شاء الله؟ نعم سأشارك في الانتخابات، واطالب الشعب المصري كله يشارك في الانتخابات للمرور بالدوله من تلك الفتره العصيبه. و يعني المفروض كل البلاد كلها تنزل انتخابات، تنزل اللجان انتخابات بكره ان شاء الله. يعني هل ستشارك ان شاء الله في الانتخابات غدا ان شاء الله؟ والله انا دلوقتي في موضوع الانتخابات، انا الصراحه ما بقتش واثق في قصه الانتخابات. انا ما فيش مشكله ان انا انزل انتخابات، لان الفتره اللي فاتت موضوع الانتخابات كان بقى فيه احوال تزوير، كان في تزوير جامد جدا في موضوع الانتخابات. بس المشكله دلوقتي في الموضوع الفلول بتاعت المجلس. يعني هكذا بدت اراء عينه هنا من المعتصمين في ميدان التحرير حيال اخر التطورات السياسيه وحيال التطورات الميدانيه هنا في ميدان التحرير. واترككم مع اللقطات الحيه من ميدان التحرير.